رجل يملك سيارة اللي هي جيك سارة واللي هي لاند كروز ليلى علوي مونيكا شو سموها سموها كثيرة هي الأسماء، لكن هذا الرجل يعني يملك سيارة لا يقل سعرها عن 10,000 دولار أمريكي. المشكلة 10,000 دولار، لكن الموضوع أنه هو لابس كمامة وبنفس الوقت لابس عقال. الغريب بالموضوع أنه يومية رزتها إحدى الكاميرات أنه يومية يسرق بطالة المي أو قران الماء من أحد من أمام أحد المحال التجارية، ورزتها إحدى الكاميرات اللي كانت موجودة هناك واللي هي كاميرات المراقبة. صدق لو قالوا بعض الأشخاص ما تملي عيونهم بس التراب. خلينا نشوف أسويها. هاي السيارة مالتي شوفوا لابس العقال شوفه الشيخ مسؤول على الفيز اللي ما تلقاه ويلك يوميه شوفوا ياخذ المي اللولي واحمد عينه عليه ما يروح على ابو الاليف يروح على هذا الثقيل نقول له الا رش على قبرك وقبر الخلفك بابا نوب لابس لك كمامه اللي يقول طاب على مصرف حقنها احنا هسه هذا المي والله ندري بيه ما يخالف بس الشالعة ما تقول لي شالعة وين طاب المصرف وين بعلي بعلي شوف شوف يلا قالك وانت ما تستحي بالله مو عيب يسوون هن هسه ذني ضع ضع شخطها الله وياك يعني والله ما يسوون يعني فعلا ما يسوون. وبنفس الوقت اليوم الموضوع انه هاي مو اول مره يعني خلينا نقول ابو المحل مسكر ابوابه وهو اخذ بطاقه المي. التقرير اللي موجود عندنا والخبر يقول عندنا انه هو يوميه بنفس التوقيت يجي ياخذ قناني الماء من امام هذا ابو المحل. زين طيب انت سيارتك لا يقل سعرها عن 10 شدات، انا قلت 10,000 هي 100,000 دولار يعني 10 شدات او 9 شدات او 8 يعني امكاني الله موفقك وعندك فلوس ويعني طيب احترم العقال اللي انت لابسه يعني تجي تسرق قناني الماء. أنا اللي أتمنى أنه القوات الأمنية وأعتقد هم ألقوا القبض عليه وأتمنى يحاسب محاسبة كبيرة حتى يكون عبرة لغيره يا هلا.